هللويا، مجدا لابويا. طيب احنا مش هنوقف تسبيح، لان التسبيح هنكمل فيه على طول، مسافرين على طول في السماء هنكمل تسبيح. وربنا الوقت اللي فات كان بيكلمنا في كده، هو كان عايز مننا ان احنا نكون بنعبده. الرسالة اللي كانت موجودة في الوقت اللي فات انه تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك، تحبه تحبه. وسهل جدا ان اي حد ينشغل في انه انا عايز انجز، انا عايز انجز في شغلي، انا عايز انجز في خدمتي، انا عايز انجز في حياتي، فعيني دايما على الانجاز، عايز انجز. فاحنا بنحضر فترة التسبيح عشان يبقى فيه وعظة نسمعها مثلا، او احنا بنحضر اجتماعات وبعد كده عشان نروح اشغلنا. لا، هو الرب عايز مننا المحبة الكاملة، عايزنا نعبده على طول، عايزنا على طول نكون في حالة تواصل روحي بيننا وبينه على طول. ازاي؟ انا محتاج، عارفين لما بتجيب جهاز جديد ويبقى فيه زراير كتير، محتاج تظبط الجهاز ده، تعمل له سيتنجز، بتعمل له تظبيط علشان الجهاز ده يبقى متظبط. احنا محتاجين ان احنا نظبط الزراير بتاعتنا. اقول له يا رب انا هدفي ان انا عايز اعبدك، انا هدفي ان انا عايز ابص عليك. هو عايز مني كده، هو اللي بيقول لي كده، تحب الرب الهك من كل قلبك، من كل قلبك. يعني قلبي ما ينفعش يبقى منقسم، صح؟ ما ينفعش يبقى قلبي بيحب حاجتين، ما ينفعش. ما ينفعش يبقى المال مثلا شريك للرب في قلبي، ما ينفعش. تحب الرب إلهك من كل فكرك، فمن كل أفكاري، فأنا ما فيش فكرة في ذهني بتعدي عليا الفكرة دي ما تكونش بتمجد ربنا. أنا عايز أفكاري تمجد ربنا، أنا مش عايز أدي مش عايز أدي فرصة لنفسي ولا للعدو إنه يرمي جوايا فكرة مش من الرب، لأن فكري عايزه يبقى مقدس للرب. عايز أحب رب من كل فكري، من كل الفكرة. رب أنا عايز أحبك من كل قدرتي، عايز بكل قوتي، عايز أركز معاك، عايز بكل طاقتي، بكل قوتي أكون بركز عليك، أحبك، أباركك، أعظمك. كم واحد يحب يغير الزراير السيتنجز بتاعته النهاردة؟ أمين. الكلام ده خطير، لأن أنا هعيش كده، هعيش أسبحه، هعيش أمجده، هعيش باصص عليه. فبدل ما يبقى أنا بلف حوالين الإنجاز بتاعي، المحور بتاع حياتي هو أنا، الإنجاز بتاعي أنا، هكون بلف حوالين المحور اللي هو إيه؟ هو في محورين، في عارفين زي لما يكون في تروس كدوت بتلف حوالين عكس كدوت، ها؟ الحياة كلها تلف حوالين مين؟ حوالين الرب، مش ألف حوالين نفسي. علشان كده النهاردة هنكمل تسبيح، هنقول كلام قليل قوي من الكتاب، بس عايزين نكمل عبادة وتسبيح. أمين. خلونا نغمض عينينا وقول له يا رب أنا باخد القرار ده النهاردة بيني وبينك، أنا عايز أغير الزراير بتاعتي عشان أعبدك، أنا عايز أغير السيتنجز بتاعتي عشان أمجدك وأبص عليك. صحيح عندي مشاكل كتير، لكن أنت النهاردة عايز تخرجني برا كل انحصار في ذاتي وبرا كل محدودية. النهاردة أنا عايز أمجدك. مش معناته ان انت ما عندكش مشاكل، مش معناته ان انت مش تعبان وعندك حاجات بتصارع وبتعاني فيها، لكن يا رب النهاردة انا بختار هذا الاختيار، انا بختار ان انا احبك، انا بختار ان حياتي تعبدك، انا بختار ان حياتي تصير في حالة تواصل روحي بيني وبينك. على طول سمعك، على طول شايفك، على طول قلبي مولع بالحب ليك. أنا عايز النار تضرم في حياتي،
أنا عايز النار تضرم في قلبي، تعال على قلبي البارد واضرم محبة جديدة جوه قلبي. أنا عايز أحبك يا رب النهاردة، أنا عايز أحبك بس أنا بقدرتي مش عارف، لكن محتاج معونتك عشان أعرف 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 أمجدك. حاولت يا رب قبل كده هوت بس ما فلحتش، حاولت وتعبت وما فلحتش، بس النهاردة أنا جاي أتكل على الروح القدس اللي مكتوب عنه أنه ذاك يمجد يسوع. يسوع قال عنه ذاك يمجدني. النهاردة أنا من غير روحك يا رب مش هعرف أمجد يسوع، عشان كده أنا جاي بتكل على الروح القدس وبدعوك يا روح الله القدوس أنك أنت تيجي لينا كلنا، وحتى اللي بيشاهدونا في الشاشات اتكل على الروح القدس في أنك أنت تعبد يسوع، اتكل على الروح القدس انك انت تعظم يسوع وتبارك يسوع. يسوع حلو قوي، يسوع يستاهل كل تمجيد، يستاهل ان انا اقدم له ذبيحة، والمذبح لازم ارممه، ما ينفعش اسيب المذبح بتاعي، ما ينفعش اسيب المذبح بتاعي، ارمم المذبح بتاعي والذبيحة بتاعتي ما يبقاش فيها عيب. زي ما انت وصلتني يا رب الذبيحة ما ينفعش تبقى معيوبة، ما ينفعش تبقى عرجة، ما ينفعش يبقى فيها ودن مقطوعة ولا عين مفقوعة، ما ينفعش الذبيحة تبقى ناقصة، الذبيحة لازم تكون كاملة، الذبيحة لازم تكون مرضية أمامك، لأنك انت رب بتبعت نار من السماء لما يكون المذبح مسر لقلبك، ونار الروح القدس تولع في الذبيحة لما الذبيحة تبقى كاملة. علشان كده النهاردة أنا جاي أرمم المذبح بتاعي وأقول لك يا رب عايز أعبدك، عايز أسجد قدامك، عايز أقدم لك عبادة وسجود، عايز أقدم لك الإكرام، عايز أدي لك اللي أنا عمري ما اديته لك قبل كده، عايز اكرمك النهارده حد اخر نفس في عمري اكون بمجدك، بعرف امجدك. تبص عليا وتفرح تقول ده ابني ده بنتي اللي انا بفتخر بيه وبفرح بالقعاد معاه. عايز يا رب احبك، عايز يا رب احبك، عايز يا رب احبك. طلعني برا نفسي، طلعني برا المشكلة اللي أنا جاي فيها ومحصراني من كل جهة، طلعني برا الأمور اللي بتتعبني وبتشدني لورا. النهاردة حرية، النهاردة أنا بتنبأ على حياتي بالحرية، النهاردة أنا بتنبأ النهاردة إنه مفيش حد النهاردة يخرج راسه محنية باسم يسوع من إخواتي. النهاردة حرية، النهاردة مفيش ظلام، النهاردة مفيش دينونة، النهاردة في حرية، حرية. قوم وقف معايا وارفع ايدك وقول النهاردة حرية من كل قيود، من كل اتعاب، من كل ذات بتحصرني، من كل امور بتلهيني عن ان انا اعرف اعبدك. النهاردة حرية يا رب، لا ظلام لا دينونة. لا ظلام لا دينونة لا عداوة بل حياة، لا انكسار لا مذلة لا قيود بل أمجاد. لا ظلام لا دينونة لا عداوة بل حياة، لا انكسار يسوع. هللويا بدم يسوع.
أنا ثقة بالدخول لقدس الأقداس. فاهمين يعني إيه الثقة بالدخول؟ فضلوا استريحوا. عايز 15 شاب يطلعوا لي على المنبر بسرعة. 15. والأخ تعال 15. اطلعوا اطلع سعد. 15 شاب. في واحدة كان اسمها المرأة نازفة الدم، قالت في قلبها لو مسست خد بثوبه يسوع دوت، عايزة تخش ليسوع. يسوع حواليه ناس كتير قوي. نازفة الدم قوتها ضعيفة، عايزة توصل. بس أنا لو وصلت له، أنا عايزكم تعقدوني في أن أنا أعرف أخترق الحواجز دي. أوكي؟ لا مش وشك ليا، وشك ليه حوالين يسوع. أوكي؟ فهي بتحاول أنها إيه؟ تخترق. هي بتحاول تخترق، بتحاول تعدي في وسط الناس، لحد ما عدت. كلهم باصين على يسوع. عدت الحلقة الأولى وعدت الحلقة الثانية وتعبانة، وهي في نص المشوار كان ممكن تقول كفاية كده، بس أنا جواه إصرار إن أنا إيه؟ ألمس هد بثوبه، لأن لو مسست هد بثوبه هإيه؟ علوا صوتكم، هإيه؟ هأشفى. وقررت انها تواصل لحد ما جت قربت قوي، والناس بتحاول انه يعني ايه يا ست انتي اطلعي بعيد، يعني ايه اللي ندخلك في وسط الناس ديت، لحد ما وصلت ولمست خد بثوبه. اشكركم. فهي قالت في نفسها الاول، أنا لو مسست هد بثوبه أنا من حقي إن أنا ألمسه، من حقي إن أنا أشفى، من حقي إن أنا أقابله، من حقي إن أنا أعبده. النهاردة بالإيمان، بالإيمان بتاعت الست ديت اللي بقالها سنين طويلة نزفة الدم، لكن اخترقت صفوف. يعني هنا كان فيه يمكن حلقتين، ما نعرفش كان حوالين يسوع كان قد إيه، كم حلقة، لكن بالإيمان دوت. الإيمان يقول لي إن أنا وأنا بعيد خالص أنا هخترق، أنا لازم هعدي. يسوع كسفها؟ يسوع ما كسفهاش، يسوع فرح بيها قوي. تفتكروا يسوع ما كانش عارف إن مين اللي لمسه؟ وسأل سؤال استنكاري، هو مين لمسني؟ فالناس اللي حواليه قالوا له يا يسوع ده الجمع يزحمك، ازاي؟ في قوة خرجت مني.
وامتدح الست ديت. الإيمان إن أنا أخترق، لنا ثقة إن أنا ألمسه، لنا ثقة للدخول إلى قدس الأقداس، لنا ثقة إن أنا هعدي الحتة اللي أنا فيها محصور حوالين نفسي على طول، محصور في مشاكلي. يا رب أنا بصدق إن أنا بخرج برا ذاتي، أنا بخرج برا نفسي علشان أنا لازم هقابلك، لأنك أنت عملت طريقا حديثا حيا مكرسا أدخل إلى قدس الأقداس. ده حقي كابن للملكوت إن أنا أدخل إلى قدس الأقداس. مشاكل كتير كتير مش مهم دلوقتي، المهم إن أنا أخش إيه عشان أقابله. أمين. نقابله النهاردة بحقه حقيقي، نقابله بحقه حقيقي. أمين. خلونا نصلي كل اثنين أو ثلاثة مع بعض. قل له يا رب النهاردة أنا عندي الإيمان إن أنا أقابلك، أنا عندي الثقة النهاردة إنك أنت تنقلني نقلة جديدة. النهاردة أنا محلول من ضعفي، النهاردة أنا جاي أسبحك وأعظم اسمك. فدينا اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا عجيب، وهنفضل نغني لك وهنعيد بمجيئك، نرفع راية إنجيلك يا عجيب. ليك المجد يا فدينا اتجسدت وجيت لينا، نورك نور أراضينا يا
عجيب والخليقة بتردد يا عجيب. انت مشتاق الأمم فيك الأمن والنعم ليك الحب والنغم يا عجيب. يا عجيب يا مشير يا إله يا قديم يا أبا الأبدي يا رئيس يستاهل كل المجد مش كده؟ يسوع يستاهل كل المجد. يسوع يستاهل كل المجد. في عبرانيين واحد، عبرانيين واحد الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل وحافظ كل الأشياء بكلمة قدرته جعله وارثا لكل شيء. الحتة بتاعت أنواع وطرق كثيرة ديت الأصل اليوناني بتاعها إنه اتكلم على مراحل، اتكلم بطريقة فيها على أجزاء، برؤى، بأحلام، بإعلانات، يعني مش 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 مرة واحدة. يعني الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره، بهاء مجده يسوع، بهاء مجد الآب، هو الإشعاع، هو النور، هو الإشراقة بتاعة مجد الآب. ورسم جوهره، رسم جوهره زي ما بتيجي ترسم حاجة، يا إما بتعمل في الأصل اليوناني، النهاردة أنا كنت بقرأ الحاجة دي، رسم جوهره إنه زي يا إما بتعمل صورة فوتوكوبي بالظبط، يا إما بتنقش حاجة بتنقشها، أو بختم ختامة بتختمها حاجة تبقى الأصل. رسم جوهره يسوع، رسم جوهر الآب، يسوع رسم جوهر الآب. الجملة اللي أنا نفسي النهاردة أتكلم عليها أكتر، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته. ده يرجعني لمزمور 33، من قال فكان، من أمر فصار. هو يتكلم يصير، هو يقول علي أنا مين فأصير أنا ما أكون عليه، هو يقول على أي حد فينا يصير هذا الإنسان ما يكون عليه. والإنسان دوت لو حاد عن اللي ربنا قاله يبقى هو معاش اللي ربنا قال عليه، هو حاد عن طريق ربنا، حاد عن المشيئة، حاد عن السكة اللي ربنا خلقه من أجلها. فهو يقول فيكون، أنا يقول علي أنا فأكون أنا اللي هو قال عليه. هو يخلق أشياء من العدم ما كانتش موجودة فيقول كن فيكون. بس النهاردة حامل كل الأشياء، حامل في الأصل اليوناني معناتها حافظ كل الأشياء، كل الأشياء، الأمور الروحية والأمور المادية، حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بكلمة قدرته لأنه صاحب السلطان، بيؤمر فيصير. هو مش بس بيؤمر فيصير لكن كمان بيتكلم أنه هو بكلمة قدرته هو حافظ
كل الأشياء، فهو اللي حفظني، يحافظ عليا ويحافظ على عيالي ويحافظ على اللي ليا. وإن حصل إنه العدو أخذ مني حاجة أو سرق مني حاجة أو أذاني في حاجة، أو الناس عنده تعويضات هائلة يعرف يعوض، لأنه إله الإيه؟ إله التعويض، يعوض عن كل مسلوب بيرجع أضعاف. حامل كل الأشياء بكلمة قدرته، لأنه هو الرب، هو يتكلم فيكون، بكلمة قدرته يحفظ كل الأشياء. هو اللي خلق العالمين، العالمين ديت اللي هي مش بس الأصل اليوناني بتاعها بيتكلم عن مش بس الأمور، المكان العالم اللي احنا اتخلقنا فيه دوت، لا، لكن العالم والزمان كمان. هو خلق دهر الدهور، هو خلق أبد الآبدين، هو اللي خلق الزمن، هو اللي خلق المكان، هو قال فكان. عشان كده أنا محفوظ فيه، لأنه هو القدير، لأنه هو اللي يستاهل كل التمجيد، هو يستاهل إن أنا أعبده، هو يستاهل لأنه خلقني، لأن إحنا شعب مصمم للعبادة. ناس جم قبل كده هوت من برا مصر، أنا فاكر جماعة من البرازيل أكتر من 10,000 واحد جم مرة واحدة، وفاكر من المنبر دوت الأسيس بتاعهم قال أنتوا شعب مصمم للعبادة، أنتوا شعب مصمم للعبادة. حتى اللي ما بيعبدوش يسوع، الشعب ده مصمم للعبادة، الشعب دوت يرجع لربنا علشان يعبد ملك الملوك ورب الأرباب. علشان كده هيبقى فيه احتفالات تسبيح في أرضنا ملهاش آخر، اللي السادات هتتملي باحتفالات تسبيح، الميادين تتملي باحتفالات تسبيح، لأن احنا شعب ايه؟ بيحب يعبد. المهم ان احنا نلاقي نفسنا في اللي قال عليا انا اكونه، اللي قال علي أنا أكونه. أنا عايزك تغمض عينيك دلوقتي وقول له أنا عايز أكون اللي أنت قلت عليه، أنا عايز أكون اللي أنت قلت عليه، أنا عايز أكون، مش عايز أكون حد تاني، أنا مش عايز أكون حد تاني، أنا عايز أحبك، أنا مصمم علشان أعبدك وأحبك من كل قلبي، من كل قلبي، من كل قلبي. شيل كل حاجة بتضللني وبتوهني عن المصير والقصد اللي انت عايزه مني. انا بحبك يا رب، انا بحبك يا رب. كل حاجة بتمنع محبتي ليك، كل حاجة بتمنع ان انا اعرف افتح بقي ولساني، النهاردة عايز اعبدك. فكني 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 من اللقوة مني عشان اعرف انطلق أعبدك. منقذين من أيدي أعدائنا نعبدك فرح. قل لي أنت قلت علي أنا مين، قل لي أنت قلت علي أنا مين عشان أنا أكون اللي أنت قلت عليه. مش عايز أعيش حد تاني، مش عايز أقلد حد تاني، أنا عايز أكون اللي أنت قلت عليه. مش مهم ابص لحد تاني عشان اقلده، انت خلقتني بالشكل دوت، بطريقه كلامي ديت، بطريقه تفكيري ديت، بطريقه شخصيتي ديت، انا مش عايز اعيش حاجه تانيه، انا عايز بقيت ايام عمري. انا ما كنتش فاهم الحق ده قبل كده، أنا عايزك تنورني، نورني نورني
خلقتني بكلمتك فدتني بكلمتك لسه بتشكلني على صورتك بكلمتك خلقتني بكلمتك فدتني بكلمتك لسه بتشكلني على صورتك انت تقول انا ليك انت عايش مقصدك انا عايز اعيش مقصدك انا عايز اعيش اللي انت تقول عليه عايز اعيش لمجدك عايز اعيش ليك انا بحبك انا بحبك انا بحبك قول له يا رب بحبك افتح بقك وقول له يا رب بحبك قول له يا رب بحبك افتح بقك معايا وقول له يا رب بحبك لو انت بتتفرج علينا على الشاشة التلفزيون قول معانا قول الكلمة ديت يمكن ما تعودش تقولها قول له يا رب بحبك قولي له يا رب بحبك 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 عايز اطلع برا نفسي واقول لك بحبك اكتر واكتر علمني احبك اكتر واكتر علمني احبك اكتر واكتر بجنون عايز احبك اكتر واكتر ولع قلبي ولع قلبي واضرب في قلبي نار حب جديده ليك حط جوع وعطش جوه قلبي عشان اعرف اطلبك وعشان اعرف اطلبك واقول لك بحبك 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 مش هفتكر ان الكلمه دي لما اقولها كتير ده كده يعني ده زهق لا ده في كل مره بقول لك بحبك الكلمة دي بتغير في أعماقي الكلمة دي بتغير جوايا كلمة بحبك بتشفيني من أمراضي كلمة بحبك بتشفيني نفسيا كلمة بحبك 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 قوله قوله ياللي بتتابعنا في الشاشة دلوقتي قوله وقوليله بحبك وكلمة بحبك هتتشفي لما تقوله بحبك لو انت ما قلتش بحبك قبل كده هو تقوله بحبك قولي له بحبك
الكلمة دي تشفي 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 أعماق، تشفي أعماق، تشفي نفسيات. بحبك بهدي لك كل قلبي، بحبك بهدي لك كل عمري، بحبك 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 يا يسوع. أشبع من هذا الغم، أنا
أنا مريض حبا في شخصك، أنا مريض حبا في شخصك، في عايز اسالك السؤال دوت، انت بجد عايز تدخل العمق ولا في تحفظات؟ وانت واقف غمض عينيك، هو في حاجه ربطك؟ هو في حاجه مفرملك انك تدخل العمق؟ ايه اللي حط حدود؟ ايه اللي حط لك حدود؟ ايه اللي يمنع انك انت تدخل للعمق؟ في حاجة تانية بتحبها؟ ارميها، تفها من بقك، طعمها زي المر. انا عايز ادخل للعمق. قل له يا رب انا عايز ادخل للعمق بلا حدود. زهقت من ان انا على الشط بقوم وبقع، اصل الموجة بتفرم عند الشط، فكل شوية بتفرم مع الموجة واقوم وقع زي العيال الصغيرة. النهاردة يا رب انا عايز اكبر، انا عايز اكبر،
كبرني فيك. قول لنفسك، قول لنفسك اكبري، اكبر، حط اسمك، اكبر يا رب. انا عايز ادخل للعمق. نهر السباحة لا يعبر، المية جميلة عشان يسوع حلو. يسوع حلو قوي، يسوع حلو قوي، والدخول في المية مع يسوع جميل قوي ومفرح قوي. والمجد عند يسوع ملوش حدود، ملوش حدود. امامه شبع سرور، في يمينه نعم الى الابد. ايديه مليانه نعم، يمينه مليانه نعم الى الابد، وامامه شبع سرور. هتفرح 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 من كتر الفرح، هتسكر بالخمر، خمر الفرح. دايما الكتاب بيذكر ان الفرح والخمر حاجه ليهم معنى واحد، الخمر رمز للفرح. هتسكر من الفرح زي ما عروس النشيد دخلت. أدخلني إلى بيت الخمر وعالم فوقي محبة. مش عارف أخرج من بره بيت الخمر من كتر ما هو الخمر جميل قوي. الخمر مفرح جدا. القعدة مع يسوع ما يجيش أجمل منها ولا أحلى منها. ده هو مشتهى كل الأمم، ده هو حبيبي، ده هو نصيبي، ده هو فدية، ده هو الكل في الكل ليا. ما يجيش أحلى منك ولا يجي أروع منك، ولا يجي أبهى منك ولا يجي أروع منك. أنت حلو قوي، أنت حلو قوي. دخلني في العمق معاك. وهو يقول لها يا عروستي يا حبيبتي، أنا عايز أفرحك، أنا بعزمك على بيت الخمر. ادخلي، ادخلي يا كنيستي، يا حبيبتي، يا عروستي. أنا عايز أفرح قلبك، أنا عايز أسر قلبك، أنا عايز أشبعك، أنا عايز أفرح قلبك. قومي، قومي استنيري، لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. قومي، قومي يا كنيسة، قومي يا عروستي يا حبيبتي، قومي يا عروستي، أنا مستنيكي. قومي يا حمامتي يا كاملتي، أسمعيني صوتك، أريني وجهك، لأن صوتك جميل، وجهك جميل وصوتك لطيف. أنت حلوة قوي. قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. وهي تقول له أنت كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين. ثمرتك حلوة لحلقي. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. عايزة أخش في حضنك، عايزك تحتويني، تلف دراعك حوالين رقبتي. وهو يقول لها انا بحبك، انا عايز انورك بنوري. تقول له اجذبني وراءك فنجري. يقول لها تعالي، يقول لها تعالي، هجذبك يا رب، اكذبني وراءك فأجري. الناس في العالم بيجروا في أمور أخرى، بيجروا إلى فيض الخلاعة، لكن أنا عايز انجذب إليك. أصلك حلو قوي والقعدة قدامك جميلة. ناظرين مجد الرب نتغير إلى تلك الصورة عينها كما في مرآة. فكل ما ببص عليك بتغير،
وشي بيتغير، ملامحي بتتغير، طبيعتي بتتغير. أنا عايزك زي موسى تطلعي الجبل، وعايز أتكلم معاكي ويدور الحديث سرا بيني وبينك. أنا عايز أنورك بنوري، أنا بحبك يا عروستي يا حبيبتي. أنا بحبك، إحنا بنحبك، إحنا عروستك يا رب بنحبك. أدنو إليك أرتاح، تملاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. أدنو إليك أرتاح، تملاني بالأفراح، يفيد دمع العين حبا وليس جراح. بحبه سباني، شفاني ورواني، بغمره رواني، جذبني حبه إليه.
بين يدي ووقتنا الثاني. اقتربوا إلى الله فاقترب منكم. في كل مرة يا رب قربت منك انت قربت أكتر. النهاردة يا رب بالإيمان يا رب نصدق ان احنا لينا دخول أعمق يا رب إلى قدس الأقداس. النهاردة لينا ان احنا يا رب نبتدي يا رب احنا ندخل إلى أعماق جديدة يا رب في معرفتك وفي إعلانك عن نفسك لينا يا رب. بدايات جديدة يا رب في تسبيح وعبادة, بدايات جديدة يا رب في الدخول إلى قدس الأقداس, بدايات جديدة يا رب للدخول يا رب إلى محضرك يا رب. نورك وحقك يا رب يشرقوا يا رب. إعلانات جديدة عن يسوع وحلاوة يسوع. يسوع أنت أبرع جمالا من كل بني البشر, أنت أبرع جمالا, أنت جميل قوي, أنت روعة قوي, أنت روعة قوي. إحنا بنحبك قوي يا رب. أنا بحبك قوي, أنا بحبك قوي. قوم وقف معايا وقول له كدهوت, أنا يا رب بحبك قوي وعايز أخترق, عايز أشوفك, عايز أشوفك. علي صوتك وقول له كدهوت, أنا عايز أشوفك, أنا عايز أعرفك, ادخلني إلى إليك, ادخلني إلى قدس الأقداس. أنا النهاردة بختار بقرار إرادي إن أنا أقترب إليك أكتر. أنا أعلم إنك أنت تقترب إلي أكتر فأكتر. كل إعاقات في الطريق باسم يسوع تزاح, كل إعاقات تزاح, كل عقبات تزاح, كل أحجار في الطريق تزاح. ليا دخول, ليا دخول إلى عرش الآب, ليا دخول, ليا دخول. أنا عايز أعرف أسبحك بقلب فرحان. أنا عايز عناية تتملى فيك وأشوفك وأشوف جمالك. أنا عايز أشوفك, أنا عايز أشوفك, أنا عايز أشوفك. أنا مش عايز أحط حدود لنفسي, هشوفك إزاي؟ أنت اللي تيجي وتفاجئني, أنت اللي تيجي وتنورني. أنا عايز أعبدك, أنا عايز أسجد قدامك, أنا عايز أقدم حياتي سجود وإنحناء قدام جلالك. تستاهل يا مليكي. عايز أشوف يسوع, عايز أشوف يسوع, عايز أشوف تقطيع يسوع وحلاوة يسوع وحلاوة تقطيع يسوع. عايز أشوف جماله. بحبك, بحبك, بحبك وعايز أقرب منك أكتر. بحبك, بحبك ومش عايز حد تاني جنبك. كل حاجة تانية جنبك بشيلها وبركنها النهاردة بقرار إرادي باسم يسوع. وحدك, وحدك, وحدك وليس سواك. بحبك يا يسوع ولا حد شوياك, ولا حد شوياك, مفيش حاجة تانية جنبك. وحدك يا يسوع وليس سواك. بحبك يا يسوع ولا حد شوياك, ولا حد شوياك. انت اللي فادتني في همومي صرت معاك, وبنظرة صرت معاك. وحدك يا يسوع وليس سواك. بحبك يا يسوع ولا حد شوياك, ولا حد شوياك. مسحت لدموعي,
يستاهل كل المجد، يستاهل كل التصفيق والهتاف، يستاهل كل التسبيح، يستاهل يعلى 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 قوي 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 قوي. هو اللي ليه كل المجد، هو اللي ليه كل المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، هو سيد الأسياد، هو المتوج، هو المتوج، هو المتوج على الكنيسة، هو المتوج على شعبنا وعلى أرضنا. يستاهل كل المجد، كل المجد ليسوع، يسوع، يسوع. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود حوالينا، وجبال بتدوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك الوجود حوالينا، ويكبر بيتوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. في الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. حوالينا ويكبر بيتوب قدامك، اسمك عالي يا فدينا. ملك الملوك وجلالك مالي الوجود
حوالينا وجبال بتدوب قدامك. اسمك عالي يا فدينا، دي الأنهار بتسقف لك، كل الآلات تعزف لك، ويا رب بكلمة منك كل الملوك تخضع لك. انت عالي فوق كل اسم، مهما يكون عالي فوق السحاب ومال الكون عالي. هتشوف ملكك كل يكون عالي فوق السحاب ومال الكون عالي. هتشوف ملكك كل العيون عالي. يا عالي يا عالي فوق كل عالي، مد ايدك لينا، مد ايدك لينا كلنا، مد ايدك لكنيستك عروستك، فرح قلب شعبك بيك، وخلي شعبك يكون بيسر قلبك. عايزين نكون الشعب اللي بيعرف يسر قلبك، واحنا نفرح بيك في وسطينا. تعالى مد ايدك لكل واحد فينا النهارده، كل مريض، كل محتاج، كل مربوط، كل مقيد النهاردة. لو عندك مرض أو لو عندك قيد ارفع ايدك، لو انت محبوس في حاجة معينة ارفع ايدك النهاردة. النهاردة يسوع يقول بين الصفوف، يسوع موجود في وسطينا النهاردة بحبه وبحنانه، يلمس ويفك المقيد ويفك المقصور. النهاردة يسوع بيعدي في وسط الصفوف، قل له أصدقك زي المرأة نازفة الدم. أطلب القسيس سامح حنا يصلي لكل واحد رفع إيده النهاردة. النهاردة حرية من كل قيود، النهاردة شفاء من كل مرض باسم يسوع المسيح. نشكرك، بنشكرك لأنك حاضر وسطينا، لأنك موجود يا رب. نشكرك لأنك بتمر بين الصفوف الآن يا رب. أنت عارف كل مرض وسطينا وكل تعب وكل قيد. نشكرك لأنك عندك سلطان وعندك قوة. نشكرك لأن قلبك مليان بالشفاء لأولادك يا رب. تحنن على مرضانا الليلة رب، تحنن على مرضانا الليلة، على كل واحد متألم في الجسد النهاردة باسم المسيح يا رب. لمسة شفاء يا رب الآن، لمسة شفاء الآن يا رب. نادي على كل واحد مريض يا رب وقيمه، أنت تقومه النهاردة من مرضه ومن ضعفه. كل واحد تعبان نفسيا يا رب، كل واحد مكتئب، كل واحد حزين، كل واحد مقيد، أؤمر بالحرية الآن يا رب، أؤمر بالحرية الآن. ارسل نعمة لأولادك الآن يا سيدنا الرب، نعمة، نعمة تكفي طول الرحلة رب، نعمة تكفي يوم بعد يوم. احنا مستنيينك في الشفاء يا رب الأيام دي، في شفاء الأجساد والنفسيات، مستنيينك في الحرية من القيود ومن النجاسة ومن أعمال السحر ومن أعمال إبليس. احنا بنعظمك في بيتك في كنيستك يا رب، بنقولك يا رب احنا بنحبك، وعارفين انك مهتم بكل احتياج وبكل ألم وبكل مرض وسطينا. ايدك بالبركة على اولادك يا رب، ايدك بالبركة، ايدك بالبركة على اللي في البيوت، ايدك بلمسة شفاء الان على اللي بيتفرجوا علينا. ليك كل المجد. امين. عايزين نرفع ايدينا على بلدنا
عايزين نرفع ايدينا على بلدنا نقول له يا رب مد ايدك لبلدنا الايام ديت، مد ايدك فك المقيد فك المربوط. مصر يا رب مغسولة بدمك، مصر مغسولة بدمك. تعالى افتقد شعب مصر يا رب، افتقد شعب مصر. تعالى لكل محبوس، تعالى لكل سجين، تعالى تعالى اسقط كل عمى، اسقط كل عمى على الاذهان. ابليس اللي اعمى اذهان غير المؤمنين، النهارده تتقطع ربطات العدو، النهارده حريه لشعبنا من كل عمى على الاذهان، النهارده حريه، النهارده حريه، والنهارده سقوط لكل ممالك العدو اللي واخد سلطان على ارضنا. يا رب تعالى حرر 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 بلادنا، حرر بلادنا، مش بس يا رب بلادنا لكن المنطقه العربيه كلها يا رب، العراق وسوريا والمنطقه اللي فيها داعش. يا رب تعالى حرر 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 حرر. مد ايدك، مد ايدك يا رب للمقيدين للمربوطين، يا رب للمتمرمطين والمتبهدلين. مد ايدك بحبك وبحنانك، تعالى افتقد المنطقه كلها، وتعالى افتقد مصر يا رب. تعالى تعالى بنورك وبحقك عدي على البلاد دي كلها، المنطقه العربيه كلها بنحطها بين ايديك يا رب، ومصدقين انه سريعا انت تمد يدك، سريعا انت تمد يدك. قل له 2014 يا رب ما تخلصش غير لما تمد ايدك في الوطن العربي، 2014 ما تعديش غير لما تمد يدك بآيات وعجائب في الوطن العربي، 2014 ما تخلصش قبل ما تمد ايدك في الوطن العربي بحرية وخلاص، وتصنع فداء وتصنع يا رب عمل عظيم في الأرض ديت باسم يسوع. شوق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، قول كلمتك شعبنا يعرفك. شوق السماء نتم مشيئتك، وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. بنطلب اللي في قلبك في بلدنا، نتم مشيئتك، وللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبك. كلنا عشاك نبادك الممدودة، السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، قول كلمتك شعبنا يعرفك. شوق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، قبل يا رب ما تخلص 2014 عايزين وحدة الكنيسة، عايزين وحدة الكنيسة. خلونا نتحد بالأخت نورة وهي بتصلي للأمر دوت، أخت نورة تصلي لنا بالأمر دوت ونطلب الأمر دوت، كلنا نتحد بالأخت نورة. نشكرك يا رب علشان أنت تقدر، أنت تقدر يا رب
أنت تقدر. قد علمنا رب أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر. يا رب أنت اللي دفعت ثمن الوحدة ديت في الصليب. يا رب أنت رب اللي دفعت حياتك من أجل الوحدة. أنت اللي صليت يا رب ليكون الجميع واحد كما أنك أنت أيها الأب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحد فينا. وعشان كده يا رب إحنا مصدقين يدك القديرة اللي تهدم كل أسوار يا رب عدوك يا رب بيبنيها يا رب، كل أسوار عدوك بيعليها. إحنا النهاردة يا رب في اسم يسوع، في اسم يسوع الأسوار تتهدم، الأسوار تتهدم ما بين الطوائف، ما بين الكنيسة الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت يا رب. كل أسوار عالية تتهدم في اسم يسوع. وعدوك يا رب كل سهامه ترتد لقلبه يا رب، كل كلمات سلبية بيتكلم بيها على الطوائف يا رب ترتد يا رب ليه يا رب. احنا يا رب نسأل وحدة الحب، وحدة الحب يا رب، وحدة الحب يا رب. احنا نضع القيادة بين ايديك، نضع الشعب بين ايديك يا رب. تعالى يا رب اصنعها بيد قديرة مقتدرة، بيد قديرة مقتدرة يا رب. احنا سألين يا رب معجزة عظيمة في هذا الامر يا رب. وكل ارض كسبناها في الوحدة وعدوك تطاول عليها يا رب، الارض دي تسترد اضعاف في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، ليك كل المجد. امين امين. في اعلانات سريعة اتفضلوا. الصلاة من أجل الشفاء في قاعة إبراهيم سعيد، الصلاة من أجل التحرير في القاعة السفلية بتاعت مدارس الأحد، وفي سبتة العطاء وإحنا خارجين. كنيسة بتعلن عن فتح باب الانضمام للعضوية، وعلى راغبي الانضمام ملء استمارة العضوية مع قراءة شروط الانضمام بعناية. تالي الاستمارة دي المفروض يبقى مكانها في نسأل في المكتب اللي بره في الريسبشن. خلونا كلنا نصلي، نرفع ايدينا على طلبات الصلاة ديت. خلونا نقف ونرفع ايدينا على طلبات الصلاة ديت. يا رب مد ايدك، انت اللي تمد ايدك يا رب على كل الطلبات ديت، كل الاحتياجات ديت يا رب في اسم يسوع المسيح. حرية لكل مظلوم، شفاء لكل مريض، اطلاق لكل مقصور، لكل امور نفسيه، لكل امور روحيه باسم يسوع. كل اللي صدقوا حطوا يا رب طلباتهم قدام عرش نعمتك، انت لا تكسفهم يا رب ولا تخزيهم باسم يسوع المسيح، باسم يسوع المسيح. وليك كل كرامه وليك كل المجد. صلي الصلاه الربانيه والبركه الرسوليه من القسيس سامح. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل ناحية. نعمة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد أمين.